I lived because of her. I think it was not right. I think it was not fair what happened. One piece for the world. That's it. تحل اليوم الذكرى الأولى لمقتل 176 شخصاً لم يرتكبوا جرماً في الحياة إلا أنهم حلقوا في سماء طهران المليئة بالمخاطر. فروغ خادم، الطبيبة الحاصلة على الدكتوراه في علم المناعة من جامعة مانيتوبا، إحدى ضحايا الطائرة الأوكرانية، أدى بحثها إلى فهم جديد للمرض الطفيلي المميت داء الليشمانيا. كان مرضى هذا الداء اللعين على موعد جديد مع الحياة باستمرار أبحاث خادم التي دمرتها الصواريخ الإيرانية في مهدها. لم تكن مهربان بديع أقل طموحاً من فروغ خادم، غير أن القدر لم يمهلها لتحمل لقب طبيبة بعد. ذهبت بارسية إلى إيران لحضور حفل زفاف شقيقتها الذي لم تعد منه أبداً هي أو طفلتها ريرا، حيث تناثرت جثتيهما مع حطام الطائرة الأوكرانية ليتركا حامد وحيداً في كندا بلا رفيقة عمره وابنته الوحيدة، ليبدأ مرحلة جديدة من النضال للمطالبة بحقهم المهدور. عطلة بين الفصول الدراسية أودت بأحلام مريم لتغيير العالم. في مقبرة عائلتها في حدائق الزرقند بقرية الإمام زاد إسماعيل دفنت مريم مالك دون ذراعين بعد أن بترهما أحد الصاروخين اللذين دمرا الطائرة الأوكرانية. في أوائل يناير الماضي وعدت صدف حاجية غافاند والدتها بالعودة وهي تودعها باكية، وكانت تشفق على وحدة أمها في طهران بعد وفاة والدها. مجموعة من الدمى تسقط من السماء في فزع. كان هذا مشروع رسمته دروسا غانتشي أثناء عطلتها في طهران، وكانت تنوي إكماله بعد العودة إلى تورونتو في كندا، فقد كان يسيطر عليها هاجس اندلاع الحرب العالمية الثالثة وهي في طهران بعد تصاعد لهجة التهديد بين طهران وواشنطن. شاروخ ومريم وشهزاد أسرة سعيدة، لم يبق منها إلا رسالة من الهاتف الجوال وحقيبة ذكريات ضاعت ملامحها في التفجير. أمير مهندس الطيران الذي حاول تغيير التعصب في مجتمعه فأصابه الإحباط ثم هاجر ليعاقبه النظام بقتله هو وزوجته وابنته. محمد رضا حلم بالعودة إلى بريطانيا لاحتضان ابنته فلم يغادر تراب إيران للأبد. هكذا مر عام على الحادث المروع الذي أودى بحياة 176 شخصاً ومعهم مئات الأسر من الأقارب والأصدقاء والأحباء الذين ما زالوا لا يصدقون ما حدث لهم حتى الآن. وما زالت إيران تصف الحادث الذي أنكرت ضلوعها فيه في البداية بأنه خطأ بشري. خطأ بشري تسبب في إطلاق صاروخين على طائرة على متنها 176 نفساً بريئة. يا له من خطأ.